ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تأثر البيضاويون وكل المغاربة الذين تابعوا قصة عامل النظافة الذي شعر بضيق في التنفس وعياء مفاجئ حينما كان ينظف شوارع الدار البيضاء التي غرقت في الأزبال بعد عيد الأضحى، إذ فارق الحياة فجأة وانتشرت صورته وهو ممدد على الأرض ومكنسته بالقرب منه. وروت زوجته وابنه كيف اتصل بها يومها وطلب منها أن تستعجل ابنهما للخروج بحثا عن العمل، كما روى ابنه كيف ركض نحوه حينما علم بانهياره في مكان عمله، لكن وصل بعد أن فات الأوان إذ وجدوه جثة هامدة. وحكت زوجته ما كان يشغله ويقض مضجعه كأب لابن لم يعثر بعد على عمل قار. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.